لا راه فيها اللحم المغرب، راه فيه اللحم الخير اللي في المغرب ما كاين حتى في بلاد. تبارك الله، الخير اللي في المغرب ما كاين حتى في بلاد. الله ينصر سيدنا، الله يطول ليه في العمر، والله يشافيه في هاد العواشر هادي. اللحمة تاع الكريم والاخوان مرحبا. تسحبوا الفيلي، راه اللحم عادي. ها شوفوا اللحم طايب على مازال اخضر هكا باش يتقلب اللحم. هكا باش يتقلب اللحم كنعرفوا يتقلب اللحم. الا كان اللحم صغير وما الا كان شارف والله الا قطعتيها. انا اللي تسحبوني عندي الظفر، انا تاع حيدو بلا ظفر. ها اللحم تنقطعوها بالراس ديال اللحم ديال الظفر ايدي. تيبان هنا رطب. هادي راه قوالب عند الجزائر كانوا يديروها بكري. اللحم شارف وعندو الظفر وتيخرج ليه اللحم نص اللحم. لا اللحم طايبه هو صغيره. واش ما غاش غير راسو تاعك اللي بغا يبشر عندو ما يدي. اللحم ما ستنيش معلم ولا ستني حاط اللحم. لا والو كلشي في الثلاجه. اللحم راه الحال سخونه المعلم. دخل اللحم الثلاجه. اللي بغى اللحم راه تيجي يقلب عليه ماشي نعلقو عاد نبيعو. لا صراحه حصلنا كلشي في الثلاجه. حتى دابا حتى البرا دابا راه تنبرا بيتوسخ. لا كلشي في الثلاجه. الو انا شوف الكتله هذاك اللي فيه عين تيقول لي فيه العياقه. راه الاسرار ديالك ما بغيناش نخرجوها على برا. راه حنا خفنا من الله. قال لك ستر خوك المسلم يستر عليك الله. ما بغيتش انا باش نفضحك تقولي لهم فيه العياقه ولا تقولي لهم عبز. انا تنعبز في الحلال ولا خدام في الحلال. يا سمعتيني يا الشريف راني ما غاش نفضحك. خليت لك الله والله اللي غادي يفضحك ماشي انا. راه ربي واحد النهار سرتي عيا وغادي يفضحك وغادي تولي عبره عند الناس. مبوحه بزاف عليك وحرا راجل معقول ومعروف بالمعقول. حل عينيك اش تنطحن للناس وحل عينيك اش كنبيع الناس هاد العمه عندك يا الشريف. رانا عارف داك اللي فيه عايب رانا كنعرفو. مسكين مرحبا عواش مبروكه. الله يعاونك الله يبارك فيك. شكرا بزاف. الله يحفظك الله يجيك بخير. عواش مبروكه. بالنسبه للاخوان اللي تيطلبوا النمره ديال موحى راه كاين بعض المرات شي فيديوهات ما تتكونش. قولها موحى هذيك النمره قولها. 06-71-33-65-07. لا لا عاودها هنا باش تشد مزيان. 06-71-33-65-07. مرحبا. مرحبا بالاخوان وعواش مبروكه. مرحبا بالاخوان. محرم ما تعلقش اللحم كما قلتي لي. ما تعلقش اللحم بحال سخون. هاكا غادي ندخلو دابا عبر التسيير غادي ندخلو الثلاجه. انا والله الا فاش جيت لعندو ما صدتش اللحم كاع برا. اللحم لا بلا تعلاق. ما تيعلق. باش نعلقو اللحم عاد نبيعوه. لا نبيعو اللحم بلا تعلاق الخوت. اوكي. انا الاخوان. الاخوان. محرم كما قلت لكم راه ما تيخرجش اللحم لبرا. اوكي يعني كل شيء لداخل. الملاح الزبده الزبده يا العسل حقا راه عند محاذا العسل والزبده الاخوان. ها هو الزبده كاين العسل كل شيء موجود الحمد لله. العسل ها هو ويديه اللابوراتوار يقلبو يشوف اش كاين. العسل انا الاخوان راه موحى عنده حتى العسل. الناس اللي يقلبوا على الثقه العسل ديال الخروب ويجي يدير لابوراتوار ويقلبوا الى صافي غير شي غير غرام انا نمشي للحبس. على العسل ديال الزقوم والرخاء ونبيع عليه المعقول وتنبيع عليه ويدير لابوراتوار لعند صحاب القمع والغش يقلبوا. شحال واش عسل دوريجين ولا تنكب؟ شحال دايره موحى شحال؟ هذا كنبيعو ب 24 هذا ديالاش هذا؟ 100 درهم. هذا ديال الخروب. ديال الخروب؟ اييه. اوكي. هذا ديال الزقوم. الزقوم شحال؟ تنبيعو حتى 4000 3600. وعسل دوريجين راه كيبيعوه في الدار البيضاء ب 8000 7000 هذا العسل هذا. والله راه 8000 7000 الناس اللي كيديو لكازا. الناس اللي كتقلب على العسل ديال المعقول. ها موحى يتواصل معاه. عاود قول لي هذيك النمره موحى هنا قولها. 06-71-33-65-07. مرحبا. قدام مدرسة بريفي منارات الأطلس خصوصية. بدالي مخبزة اليوسفية حدايا عطارة اسمه بوجمعة حدايا اسمها عندها بارا فرماسي. مرحبا.